من الفاكتورز which affect the speed of chemical reactions. عندنا كذا حاجة بتأثر في speed of chemical reaction زي surface area. surface area لو أنا استخدمت مثلا iron filling يعني very fine iron, وهنا عندي iron powder بيكون يعني rough شوية أو بيكون bigger than المولكيولز بتاعته أكبر من الايرن فيلينج. فنجرب كده نحط الايرن فيلينج على ده. عندي هنا هيدروكلوريك اسيد وايرن باودر. طبعا لو بصينا هنا على الرياكشن هنلاقي الايرن فيلينج اللي هي في الليفت سايد بدا يطلع منها بابلز اسرع من الايرن باودر. هنا الايرن فيلينج اهي اللي عندنا دي الايرن فيلينج بدا يطلع عندي بابلز, يعني ده معناه ان الرياكشن اسرع. من الايرن باودر يعني الايرن باودر تيكس مور تايم لان عندي باي انكريزنج سيرفيس اريا ذا سبيد اوف كيميكال رياكشن انكريزز. فانا هنا استخدم الايرن فيلينج فالايرن فيلينج فاستر ذان الايرن باودر يعني الاماونت اوف هيدروجين جاز which evolved greater than in case of iron powder due to increasing surface area. شايفين الايرن فيلينج بتطلع فوق ازاي؟ ده معناه ان هو عندي اصلا بدا يحصل الرياكشن. دلوقتي بدا عندي الايرن باودر بس هي سلوور شويه ابطا, فالايرن فيلينج عندي بيكون الرياكشن فاستر ذان الايرن باودر due to increasing surface area.